السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين. صلى على النبي نكسب الصلاه عنا. احنا النهارده جايين لكم في الجو زي ما انتم شايفين كده، يعني هي فاجئتني امبارح فانا بفاجئها النهارده. قلت لها ما تعمليش اكل، انا اجيب اكل وانا جاي عشان هي كانت تعبانه شويه. باخد والله العظيم يا جماعه البرشام بتاع الحساسيه بيخليني بصوا مسخسخه مش قادره اعمل اي حاجه وعايزه انام بس، وشطاره في المطبخ معلش انا مقصره معاكم فيها. بصوا انا مختار، انا جايب على ذوقي بقى. بيتزا جميله صراحه تستاهل يعني. لا هو حد كويس قوي. بيتزا جميل. وما تنسوش بقى بالله عليكم تحطوا لنا لايك حلو، لايك جميل من ايدكم الحلوه. معلش الفيديوهات بتاخر عليكم شويه اليومين دول في الوقت التنزيل عشان بس بتبقى طول النهار من البرشام دوت فعلا مش قادره. انا والله ناس يا حبايب قلبي، تنسوش بقى بالله عليكم تحطوا لنا لايك حلو لايك جميل، ومش مشترك اشترك وفعل الجرس بكلمه الكل، واحنا نشوف بقى مين اللي هيكسب وهنعمل لكم عقاب حلو ان شاء الله. عشان ايه هي بردت اصلا؟ لا ما بردتش. لا بردت. لو بردت بقى ربنا يسامحك انت. بسم الله الرحمن الرحيم. جميله عجباني عجباني قوي، وانا بقطعها خفيفه. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا عشان اللي يخلص اكتر. حبيبتي يا اميره، اميره اتصلت بيا النهارده واحده مش عارفاها، بس قالت لي انا متابعاكي وكده وبحبك حبيبتي، ربنا يخليكوا لي يا رب. ومحمد وعلي، اديني افتكرت اسمكم قلت محمد وعلي ورندا حبيبه قلبي. رندا دي بقى حبيبتي حبيبتي حبيبتي، ربنا يخليكوا لي. واحمد حبيب قلبي. طعمها جميل على فكره. بس تخينه خفيفه تخينه شويه بس خفيفه، تخينه مختومه. انا شفت تحدي اجنبيين بيعملوا على تحدي على بيتزا قد دي مرتين كده ثلاثه قد بيتزا، بس والله عايزين تجرب. لو ده بتاع الصين دول بياكلوا ازاي وهم رافعين كده؟ الصوص ده حراق. والله العظيم كبيره قوي كده، بيعملوا عليها التحدي واللي يكسب ياخد 10,000 دولار. بياكلوها؟ والله العظيم ما حتلها. بص كده اهو، اشرب ميه كده اهو، اشرب ميه. لا لا وهو اللي كسب والله، ارفع واحد فيهم هو اللي كسب. اكيد بقاله كتير ما كلش. خد الصوص ده بس مش حريقه، بقول لك حريقه دي مش حريقه. خد الصوص ده كنت بحسبه باربيكيو بس مولع. حبايب قلبي اللي عايزين يطمنوا عليا من الحساسيه، انا رحت كشفت امبارح والله، والدكتور قال لي مش من الاكل والله. ارتكاريا بتطلع كده مواسم، هي ليها مواسم. بس هي ممكن تيجي مع اكله معينه مثلا مع اكل. لا مع انا كنت اكل، قالت لي لو اكلت حاجه بتحرج الحساسيه هتفيد عليك وبتزيد، لكن هي مش جايه من نوع اكل معين. انا رحت اكتشفت انا كمان امبارح،
واحنا بنطلع فشل. شفتوا الهنا اللي احنا فيه؟ حاطط البيتزا دي اللي كل حاجه فيها مظبوطه، بس هي الفراخ قليله شويه. اليوتيوب بيقول لي صوتك مش شطه ومن اكل الحوادق. اليوتيوب ايه؟ بيقول الدكتور. امال اليوتيوب ايه؟ احمد راح كشف وقال له من الشطه والحوادق معدتك، طلع من معدتك هي اللي مهيجه عليك الحنجره، هي اللي تعب الحنجره عندك. ومنى من معدتي تعب الحنجره. عامله انتهابات لله. مش مقتنع بالكلام ده قوي بس همشي على العلاج. عامله انتهابات عنده. عامله ايه؟ التهابات في الحنجره والاحوال الصوتيه. همشي على العلاج لا قدر الله ومفيش نتيجه. اعمل منظار حنجري، اول مره اسمع عنه. الحنجر. انت حسيت ايه لما خدت العلاج؟ انا النهارده احسن من امبارح. صح؟ انا حاسه بكده برضه. الحمد لله. الحمد لله مش كده. الحمد لله الحمد لله اللي هو. الحمد لله على كل شيء. انا كسبت. انا بقول كده بقى. البيتزا كبيرة وكلها مليانة، العجين بتاعها كبير. بس مش مكتوم، حلاوته مش مكتوم. سابقني بواحدة. بعدين ضغطت نص التنتيس ونص الأولاني. لسه في إيدك. الصوص ده عامل زي الجبنة القديمة؟ ده. طعمه غريب. ما نقصوش. مش منك اي حاجة؟ انا خلصت يعني؟ اظن نخسر. عمال اقول لها جايب واحده كبيره، تقول لي لا مش هتنفع يا ست كبيره، تقول لا مش هتنفع في التحدي يا ست كبيره، مش هتقدري تكمليه. قعدت ماما بتبص لي كده اللي هي خلاص فيصت. بس هكتب اوعدكم. دخلت على الثانيه كده مش هوعدكم. بس والله تمنها حياة فيها. بقى لنا كم مرة كده حاطين حلو في الأكل من بره؟ بشار الشقة الجديدة. سبحان الله، كان في واحد جبنا منه قبل كده أكل من بره في الشارع دي، مأذن من بره دي في الشارع دي، ما جينا جبنا منه هنا كان سيء. فاكرة؟ أنا ما بحبش الكشري.
اتغيرتي؟ ثلاث حتت والله، واحد اثنين ثلاثة. واللي في ايدك؟ والله العظيم انا كنت في ذهول على الولد اللي هو الاجنبي ده اللي اتكلت بتزاي. ده اللي بتزاي متر كده، متر في متر. مسلمة مسلمة كده. خلصت اكلها وفاضي بقى، فبتدور عليه. نعم. ماشي هنجيله دلوقتي. بص لاني بفضي الكاتشب، هي لسه هتاكل. لا بلاش انا جدا. انا عامل قدام اهو. اصل مش هنسحب، مش هخليك تكسب النهارده. عشان انا محضر لك حاجه حلوه قوي. لو بقيتي اتنين زيي تكسبي. انا مالي ماليش دعوه. طب انا باكل بسرعه، انت بتعجبني باكل بسرعه. لا انا باكل والله العظيم بسرعه. شاطر. امورتي. سلمى أمورتي. ده بتحضني داخلة بتحضني بتقولي ماما وحشتيني. ما غبتش على ربع ساعة. مفيش. انت كنت فين؟ أنا كنت هنا بعمل تحدي. انت كنت فين؟ ماما. قولي براحتك. لا. أنا عايزك بفضل لك اتنين بس. فادي. ما يعرفش نظام التحديات، حاسسني ان هو مش عارف. ايوه ما لا انا عارف. المفروض اللي باكل اكتر هو اللي كسبان. لا ده مين اللي قال لك الكلام ده؟ المفروض اللي ينسحب هو اللي ينسحب واللي يفضل هو اللي كسبان حتى لو عنده. كان في 2020. كان في 2020، دلوقتي احنا 21. الدنيا بتتقلب. يا ابني مش هقدر اكل تاني، مع انها عجباني جدا. ادي مندلين يا حاج. انت انسحبت؟ انسحبت؟ ايه الكلمة دي بتضايق منها؟ انسحبت؟ اتفرج عليك. ما تخلينيش اكل على الفاضي، انسحبت؟ لا هاكل. طب كل، اقطع ايه لو كل؟ انا هشرب ببلع. هبلع. هي مش هتهدى غير لما تسمع كلمة انت انسحبت. هي انسحبت. انسحب خلاص. مش قادر. والله ما قادر، وانا عارف هي مش قادرة تاكل. انا مش قادر، انا كنت باكل الحتة دي بالعافية والله. طب بأمانة بقى قولوا لها في الكومنتات عشان هي ما بتصدقش، هي ما بتقتنعش. مش المفروض اللي بياكل اكتر هو اللي بيكسب؟ ده منين ده؟ ده منين؟ طب رد عليها، رد عليها. انا مع خلاص سيبك، انا بقول معلومه غلط. طب بالله عليكم لا تردوا بأمانة الله، بس عشان مش تغزونيش، عشان عارفه في ناس بتغز. رد بأمانة الله، هو كل اكتر ووقف وانا لسه باكل، يبقى هو كده اللي كسب؟ ولا اللي مثلا اللي كل وشبع وقال خلاص انا مش قادر اكل تاني، يبقى كده انسحب وهو خسر. قولوا بقى انتوا، قلتوا في الكومنتات بأمانة الله شهدوا شهاده حق اتقابلوا بيها ربنا يوم القيامه. طب انا دلوقتي باكل بسرعه، هي بتاكل براحتها خالص، فاكيد طبعا. لا انا ما باكلش براحتي والله، انا باكل والله عارف. انا باكل اسرع يعني. انا عموما انا مالي بقى، انا عموما ما بعرفش اكل بالروح. هو كده ما بياكلش بالروح، بياكل بسرعه جدا. انا باكل بسرعه عن العاده بتاعتي. انا باكل عن يعني انا باكل دلوقتي بسرعه عن ما باكل بره التحدي. ما باكلش كده خالص، انا بقول اخر واحده على الاكل، بحب المصمصه، بحب الاكل. أيوة بالراحه. اخر واحده، اخر واحده تقوم. طب ما هي الثانيه قاعده. بحب المصمصة الاكل بالروح، لكن في التحدي والله باكل في على عموم بسرعه جامد. على عموم انت مش خساره في المكسب. ماما كفايه اللي انت عملتيه امبارح حبيبي. تعبت والله، كانت تعبانه. فخ البلالين. انا والعيال نفخنا بلالين على بلالين. ماما نعم يا قلبي. احنا يا جماعه ما كنا، انا بصوا لسه ما نزلتلكوش الفيديو فما اعرفش الكومنتات ايه، بس احنا ما كناش عاملين الحاجه دي علشان عيد حب والكلام ده، احنا عارفين الناس هتقول حرام ومش حرام مش عارف ايه، بس احنا طلعت فرحتي العيال، العيال قاعد محبوسه في البيت. هي كانت معديه وعجبتها التورته والولاد اساسا بيحبوا الحلويات فجابتهم. فرحت جبت لهم تورته. وافتكرت بقى وبعدين جيت وبعدين عيد الحب اللي تقعد تبالي ده في عيد الحب ومش عارف ايه. انا اسامه ما بنعتمدش بالكلام ده، بس عادي ما بيخسرش يعني.
بس. وبعدين راح سمير قال لي ماما والنبي نجيب زينه وبلالين والنبي يا ماما، هما ما بينزلوش ولا بيطلعوا ولا بيروحوا نوادي دلوقتي ولا اي حاجه، فعايزين بقى يفرحوا ويلعبوا ويتنططوا. انا ما اعرفش مدى حرمانيتها بصراحه، بس كان يعني هو وعيد الام بيقول لك مش عارف حرام وده، هو في غير عيد الله. بس احنا يا جماعه ايه زي مثلا مش واخدين حاجه مقدسه يعني، بنفتح عن نفسنا يعني، بنهوي عن نفسنا شويه من حبسه البيت اللي احنا فيها. انتوا ممكن الناس قاعده بتتكلم بيخرجوا بيروحوا بيتفسحوا بيعملوا، احنا مش بنخرج خالص من البيت. بس سلمى يا حرقه مسحش ايدك، امسح ايدك بقى عشان دي حرقه قوي يا حرقه. امسح ايدك بسرعه، امسح ايدك يا سادلوك. على فكره انا العلب دي عجباني قوي، بعيني الحاجه يعني مثلا ايه الصوص دوت من مطعم ايلين لما كنا جبنا السندوتشات فعينته في الثلاجه تحفه، الصوص ده حرق حلو جميل طعمه مسكر كده وحلو في حرقه. اه حرق وفي مزازه كده في طعمه. اه والصوصات دي برده جميله قوي قوي. الصوص ده برده المفروض ده باربيكيو. ايوه باربيكيو بس حرق. مش حرق صح. اه بخليهم كده بقى لو كنا اي حاجه عملنا اي حاجه من كلها معاكي. اه بصوا يا جماعه احكموا انتوا كده. ايه اوعى انسحب اهو. بصوا اهو دخل تحت في الكاميرا اهو. اه طب اهو انا قدامي قطعتين اهو، هي قدامها ثلاثه ونص وحته صغيره، حته صغيره مش نص عشان ما كده المفروض مني كسب. ما انت انسحبت يا ابني. ايوه بس انت مش قادر تكملي. ماشي ما انت انسحبت. لا أيوة. انا كنت باكل. ايوه خلاص وانا انسحبت. على قد مثلا فهم انا اللي يكسب، انا مثلا خلاص قلت انا مش قادر اكل تاني، فهي لو كلت اكتر مني بحته صغيره المفروض كسب. ده اللي نعرفه. ده مين ده؟ ده شاف انت شفت فين الكلام ده اصلا؟ معلش صناعه تعليم مجاني. طيب ماشي تعليم مجاني انا مالي. طب بقولوا انتوا بقولوا لها انت عشان هي تعالي يا سلمى جنبي. بس كان صح او غلط انا مش عارف هو صح ولا غلط، بس انا ده اللي انا اعرفه. لا انت كده مش عارف. تعالي يما سلمي. يلا سلمي على الناس. سلكت داخله تقول لي ماما وحشتيني انت كنت فين؟ انت فين يا ماما؟ عليها ردود افعال ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وبتحكي بتحكي بقى كده اهو. لا اه عامله زي الست بقى الكبيره. لا 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 عجبني قوي والله فيها حاجه يعني. هي مثلا ايه عاوزاك اللي هي ايه تصعب عليك مثلا، فتكلمك كده بمسكنه بطريقه غريبه. عاوزه تقول لك بص 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 انا ساكت يعني ايه بص بص يا امو بتعملي ازاي سمير مش عارفه اعمل لها ايه. قال لها قال لها يا نوتي عملت له بصي انا مش عاوز اكلمه يعني. بصي بص مش بتضحك زي كده بتعملها بطريقه ومثلا ايه تيجي تقول لي مثلا سيف ضربني. بصي ماما سيف وتتمسكي والله ليها ردود افعال بس ما اعرفش اطلعها منها غير ما يكون لها ايه مزاج. سلمى اكلت الاكل كله؟ ها؟ ايه دلوقتي مكسوف. انا هتاخد منها اي تعبير؟ يلا عشان ما نطولش عليكم. بصي لكم كده بصي بصي اوتشي قال لي اوتشي قال لي اوتشي يا ماما. لا مين يما اللي قالك؟ تحس ان انت هتعزى تعالج عليه. والله العظيم. يلا يا حبيبي ممثلة يلا. انت عايزه تعجبني؟ لا ده انا هشيل مناخيرك بعضه. لا بجد هعاقبك ماليش دعوه. هتشيلي مناخيري بعضه؟ اه. طب اعملي كده انا عندي برد انا هنف اهو. والله انا حاسه لقوا بقي دلوقتي. انا غلطان انا غلطان. يلا هدوء. لا والله قلت لها هات مناخيرك انت مش بعتيش تاكليها. احس اللي مناخيره في بقي والله. طب ايه رايك اعاقب بابا بايه؟ اعاقب بابا بايه؟ سلمى مين اللي كسب كده يا سلمى؟ بس هتقول ماما غير اي حاجه. مين اللي كسب؟ لولا خايفه على الصالون الحاج اللي ورايا ده ما دخلش حد الاوضه خالص. مين اللي كسب؟ ماما. ماما؟ ده انت ذمتك اوسع من ذمه امك. قلت لك ماما يا اخوي. مين اللي كسب؟ مين اللي كسب في الاكل؟ ماما. مين اللي قدام اكتر؟ مين اللي كان اكتر؟ مين اللي كان اكتر من التاني؟ ماما. جميل والله بحالية. تيجي بالليل كده بابا نام على ايدك وما ترضاش لازم تنام على ايدي. مش كتير اه. لا تفضل تعمله كده بابا حبيبي. بس ما شاء الله حلينا. بابا حبيبي. هي تيجي بالليل تقعد تعمل ايه وانا نايم؟ تقعد تحس كده وشويه وهي بتشد. هاتي خلاص. هتقعدي من بابا. سلمي طبعا الناس قول لهم ازيكم. سلمي على طنط ام احمد.
سنت ام احمد دي بصي كده بتعمل نفسها مكسوف. سنت ام احمد سلمي على سنت ام احمد. طب خلاص الثانيه فين؟ بعت لنا فلوس. اسمها ايه؟ ام احمد فين؟ في الامارات ولا في الامارات؟ الامارات الكويت. الامارات ماما ماما بيبي سلمي على خالتكم ام احمد على سنت ام احمد. ام احمد اللي في لبنان وام احمد اللي في الامارات. قول لهم ازيكم ام احمد. ام احمد زينب وام احمد سناء. قول لهم ازيكم. بس يا سلمى مكسوفه. لا وش كسوف لان نجم سلمى دي. يلا احنا كده مش هنعمل عقاب. احنا الفيديو طويل قوي. اول يبقى نص شويه. لا نص منين؟ طب انت هتعرفي تعجبني ازاي؟ ماما ماما نعم يا قلبي. خلاص يا ستي مش هعاقب بقى. الناس هتزعل. انا ما عاقبتكش. الناس هتزعل. الناس بتقول لك فريال كسبانه خسرانه عايزه تعمل عقاب. طب خلاص احنا مش مشكله يا جماعه. كاس الكاتشب ده عشان يبقى الناس ما تزعلش. وحط لك من كل نوع حته وادعك لك وشك. وانت حالق كده وشك خليه نور كده. ايه رايك؟ بتقول عشان الناس ما تزعلش. الناس مش هتزعل على فكره. انت اللي متضايق. الناس مش زعلانه. انت وانت زعلان ليه؟ مش زعلانين. طب رد عليه والنبي. الناس مش زعلانه. لا انا حاسه بيهم قاعدين بيتفرجوا وعاملين لي عايزين عقوبه. مين قال لك الناس زعلانه؟ انتوا زعلانين طب ولا مش زعلانين؟ لا طب ارد عليها بجد في الكومنتات قول لها كده مين كسب وزعلانين يعني. هي اصلا ما كانتش كسبانه. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هتقول لي مش كسبانه. هو انسحب. حطه في دماغك. وانا كنت باكل دي ولا مش قادر. انا انسحبت. حطه في دماغك. اه انتوا شوفوا الفيديو واحكموا. شهاده تقابلوا بها ربنا. وهي لو كسبت بجد انا هخليها تعمل العقاب اللي هي عاوزها. شهاده هتقابلوا بها ربنا. قولوا شهاده حق. شايفين ناس كتير قوي بتغيظني. انت هتحاسبني ولا ايه؟ يلا يا رب يكون الفيديو عجبكم وما طولناش عليكم. معلش بقى انا مش عارفه الفيديو بتاع النهارده هنزله لكم امتى. يلا. هي نامت ونسيت شويه. والنت وحش. النت بوظ زفت. عشان انت ما تزعليش. انا بقول لك النت وحش عشان ما تزعليش بس. ماشي. مش مقتنع ان النت كويس. ماشي النت كويس. انت احسن. ايه. يا حبيب قلبي. بس بالله عليك تحطونا لايك حلو لايك جميل. جيت اقول لحجيه قطعاني. طب اهو انا سكت. قول يلا. ما تنساش. مش مشكله بقى انا نسيت. والله العظيم توهتني. وربنا عايز ايه؟ والله توهتني. وربنا انت بتنام. وربنا انا بقالي اربع ايام بنام الساعه 2 ونص وبصحى الساعه 7 الصبح. ماشي. يلا يا حبايب قلبي. ما تنساش في الاشتراك واللايك. ايوه. اللي مش مشترك اشترك. ايوه. اللي مش مفعل زر الجرس يفعله. كلمه الكل. نوصل لكم كل جديد ان شاء الله. ان شاء الله. وانا هشيل حتتين بيتزا دوم عشان ما حدش ياخدهم. ماشي يلا. عشان ما حدش ياخدهم.